موضوع الحلقة شهادة رفع اليد قانون المالية 2016 الماء اللوفي أميوزيك. معلومات البحث ديالنا مستنبطة من جريدة رسمية مواقع موثوقة وهلا كسبر شاد الجريدة الرسمية باش نلقاها ما نقولكش ما عليناش المعلومات راهم اكزاكت. والموضوع ديال الحلقة مرتبط بالناس اللي ساني الالتزام عند الموثق فقط. سير حيد ارنا المعقول كيف ما كنعرفوا فاش كيبغي شي واحد يرفع الرهن خصو يدلي بواحد الوثائق كيأكدوا انه كان ساكن في داك السكن وكسكن رئيسي وسكن فعلي. وهذا الوثائق طلب رفع الرهن نسخة من العقد البيع نسخة من البطاقة الوطنية تحمله نفس العنوان ونسخة من الإيصالات الإدلاء بالرسوم الجماعية يعني الخدمات الجماعية. وهذا الوثائق من بعد ربع سنين الإقامة ديالك في وسط داك المنزل خصك تدلي بهذا الوثائق المديرية العامة للضرائب ولا ما مشيتيش كتوصل بواحد الرسالة باش خصك تجي تدلي بهم. هنا عندنا ثلاثة الحالات. الحالة الأولى هو اللي كان ساكن في ديك الدار وجمع الوريقات ديالو ومشدهم للمديرية العامة للضرائب ورفع الرهن ديالو. بين قوسين فاش كيدفع طلب كيكون واحد البحث ميداني المدة ديالو تقريبا أسبوع وكيعطيوه رفع اليد. الحالة الثانية هو اللي يجمع دوك الوراق وناقصينو مثلا الفواتير ديال الماء والكهرباء غير فضولو الطلب وغيقولو له خصك تردنا فلوسنا. والحالة الثالثة هو شي واحد عارف هاد الشيء وما كيمشيش يديرو سواء كان عارف راسو مخالف وما داش الوثائق وما قدش يجمعهم او كانوا عنده الوثائق هي ما عارفش فين يمشي ولا شنو غيدير. حنا غنبقاو مع هاد جوج حالات. خاصك ترجع الدعم للدولة بالنسبة للشخص اللي رفضوا له الطلب ديالو دونك هما عارفين علاش رفضوه سواء ما عندوش شي وثيقة ما دلاش بها او كان كيكري الشقة. الحالة الثانية هي كنصح اي واحد تكمل الربع سنين يمشي مباشرة او اللي تسلم رسالة من المديرية العامة للضرائب يمشي مباشرة يرفع الرهن ديالو الى ما كان عنده تشي مشكل. والمدة ديال رفع الرهن من بعد ما يتصلوا بك هي 30 يوم. نفترضوا حنا جوج حالات ما مشاوش عند مديرية العامة للضرائب من بعد ما تسلموا البرية ومن بعد ما داز ربع سنين. حسب المادة 191 بالنسبة للناس اللي طالبتهم المديرية العامة باش يردوا لها الدعم ديالها راه كتزاد الغرامات. وبالنسبة للناس اللي عندهم الوثائق واجدين غير ما عندهمش كيفاش يديروا يمشيو مثلا الناس اللي في اوروبا واللي في الخارج فاش يهبطوا للمغرب يمشيو والتأخير ديالهم يبرروه بانهم من الجالية ويدفعوا الوثائق ديالهم وما تكون عندهم لا غرامات لا والو وغيرفعوا الرهن ديالهم الا كانوا الوثائق اكزاكت. في الحالة اللي كترفض المديرية العامة للضرائب انها تسلمك رفع اليد لانك عندك واحد المخالفة مثلا للكراء او ما جبتيش الفواتير ديال الماء والكهرباء كيبقى الرهن مقبوط عند المديرية العامة للضرائب وحتى الرهن ديال البنكة ما كيعطيوه لكش حقاش المديرية العامة للضرائب دايرة اتفاقية مع البنك واخا دوز 25 عام ديال الكريدي. تنبيه فاش كتمشي توضع ملف ديال رفع اليد في المصالح ديال الضريبة راه تيكون بالمجان كتخلص 600 درهم فقط للمحافظة العقارية باش تغير الرسم العقاري وتحيد منه الرهن ديال الدولة. اما الناس اللي تيقولوا لك مبلغ 50000 درهم كواجب رفع اليد هذيك غير اشاعة ما كايناش. اللي عنده الوثائق كتمشي للمديرية العامة للضرائب كتسلمهم 600 درهم كتشد رفع اليد مباشرة ما كتخلص لا 4 المليون لا 5 المليون. اللي كيخلص 5 المليون و 4 المليون اللي دايرين المخالفة او اللي ما جمعوش دوك الوثائق يعني ما كانوا ساكنين تما وعندهم شي مشكل. كل عنده شي ميساج يبصح في المايك وكما كيقول المثل الانجليزي او هنا طاح لويزا وهنا ندورو عليه بالسندلوف.